الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وسمعت ما قال النبي سيدنا زكريا عليه السلام وقد أبرز الله له الشيطان بمعناه في معناه معاليك معاليك متحملة، ما هذا الذي معك؟ قال أفتح بها قلوب ابن آدم هذا فأصيب ما أصيب منهم. يقول لي شيء فيها؟ قال لا، إلا أنك أحيانا قد تشبع فنثقلك عن القيام وعن الذكر. قال وأنا لله علي لا أشبع بعد اليوم أبدا. قال وأنا لله علي لا أنصح مسلم أبدا. ما عاد أكلم أحد بالنصيحة أنه عدو. فانظر كيف يتعرض حتى في محاولته للأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. فإذا استعذ بالله، يقول أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس صدور الناس من الجنة والناس. أحيانا يقول لك أنا قوي وما صاحب كيد ما تنفلت مني أبدا. قل ربي أقوى منك، فأنا ألتجي إلى من هو أقوى. روح لا عند واحد تضحك على غيري، أنا أمنت بالله الأقوى منك. فإذا ألتجي إليه فيكفيني شرك، لأنه يضحك على كثير من الناس يقول ما تقدر تفلت مني، أنا مكار وأنا خداع وأنا ما نام. كما قال واحد الحسن البصري أي نام الشيطان، تبسم سيدنا الحسن قال له نام استرحنا، قال له كان يبقى استريح من هذه البصري. يعني كيده مستمر وجنوده منتشرين في الأرض وفي كل وقت أنت عرضة لأن واحد منهم يدعو هذا المعنى. ولكن مع ذلك فضل الله أيضا مستمر وأعطاك قدرة أنك تسد هذه المداخل. يقول قيس بن الحجاج هذا الربوعي المصري وهو من رواة الإمام الترمذي، روى عنه الإمام الترمذي وروى عنه ابن ماجه، كان في أول القرن الثالث وفاته عليه رحمة الله تعالى، توفي سنة 229. يقول رأيت شيطاني قال لي دخلت فيك وأنا كالجزور، جزور يعني جمل سمين والآن كالعصفور. قال قلت له بما؟ قال تذيبني بذكر الله، قال تذوبنا بذكر الله جل جلاله وتعالى في علا. وهكذا جاء في الخبر أنه التقى شيطان مسلم وشيطان كافر، التقيا وإذا بشيطان الكافر سمين دهين قحيل وإذا بشيطان المسلم هزيل. قال ما لك هكذا راك هزيل وأنت أيضا أشعث وأنت؟ قال أنا عند شخص إذا أكل قال بسم الله فأضل جايع، وإذا شرب قال بسم الله أضل عطشان، وإذا دهن قال بسم الله أضل شعث، وإذا لبس قال بسم الله أضل عريان. فأنا هكذا قال أنا عند رجل لا يذكر اسم الله على شيء من ذلك فأنا أشركه في طعامي وشرابي حتى في إتياني أهله، لأن معه في كل شيء. وأمر بسيط تقول بسم الله فتحفظ، تقول بسم الله فتحرس، فليش تشرب من دون اسم الله؟ ليش تأكل من دون اسم الله؟ ليش تدهن من دون اسم الله؟ قل بسم الله جل جلاله وتعالى في علاه وحصن لك من هذا الشيطان. فعندك قدرة أن تسد مداخل إبليس، والحمد لله الذي أقدرنا والذي آتانا من عنده إمدادا بالتوفيق، ونسأل أن يتم النعمة علينا.